بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة درس عملي عن صيانة الفرامل. الدرس عن صيانة الأسطوانة الرئيسية عمبار بريك رئيسي وصيانة أسطوانة العجل العمبار ويل. أهداف المحاضرة: التعرف على أجزاء الأسطوانة الرئيسية وأسطوانة العجل الثانوية، وكيف يتم فتح أجزاء الأسطوانة العمبار بريك وإعادة تركيبها. التعرف على العدد المستخدمة في الصيانة وطريقة استخدامها. عندما ينتهي الدرس العملي سيكون المتدرب قادرا على صيانة الأسطوانة الرئيسية وأسطوانة العجل بنفسه. وسائل السلامة: أولا، ارتداء كفوف ملائمة للعمل. ثانيا، الحذر من سقوط زيت الموقفات في العين، وإذا حدث ذلك يجب غسل العين بماء وفير. 3. ارتداء بدلة عمل مناسبة. 4. اختيار المكان المناسب للعمل للحفاظ على الجسم. أولا، الأسطوانة الرئيسية للفرامل. أجزاء الأسطوانة الرئيسية: 1. خزان الزيت. 2. حساس مستوى الزيت. 3. جسم الأسطوانة الخارجي. 4. مكابس داخلية عدد 2. 5. نوابض. 6. برغي تثبيت المكبس. ثانيا، الأسطوانة الثانوية. أولا، أجزاء الأسطوانة الثانوية عمبار ويل. جسم الأسطوانة: مكبس داخلي عدد 2، مسمار النزف أو التنفيس، ونابض وواقي أتربة مطاطة عدد 2، وكما في الشكل. صيانة الأسطوانة الرئيسية: بعد فتح الأسطوانة الرئيسية وإخراجها من السيارة، يتم وضع في مكان مناسب لإجراء عملية تفكيك الأجزاء ومعالجة الجزء الذي سبب العطل. وفي معظم الأحيان يكون أحد الأسباب التالية: 1. تلف الحلقات المطاطية وأشارات عمبار بريك. 2. استهلاك المكابس. 3. استهلاك الجسم الداخلي لأسطوانة الفرامل. وجميع هذه الحالات تستوجب فتح الأسطوانة وإخراجها ليتم إجراء الصيانة. خطوات فتح الأسطوانة الرئيسية للفرامل: أولا، فتح رأسي البطارية وإخراج البطارية للخارج. 2. فتح براغي الأسطوانة على جسم المعزز الباور بريك. 3. تفريغ زيت الفرامل، وكذلك فتح أنابيب الزيت وإخراج الأسطوانة إلى الخارج. صور توضح بعض أنواع الأسطوانة الرئيسية للفرامل. كذلك صور من فيديو فتح الأسطوانة الرئيسية والعدة المستخدمة في العمل. صور أسطوانة العجل عمبار ويل الثانوية، وفي الوسط يبين موقع العمبار ويل. ملاحظة مهمة: هناك عدة أنواع لزيوت الفرامل اللي هي دوت 3 ودوت 4 ودوت 5، ويستخدم دوت 3 ودوت 4 في أغلب السيارات الصغيرة والمتوسطة، أما الدوت 5 فيستخدم في الشاحنات الكبيرة لأنه يتحمل درجة حرارة عالية. بعد هذا العرض التوضيحي سيتم الآن عرض فيديوهات عن فتح وصيانة أسطوانة الفرامل الرئيسية وأسطوانة العجل. شكرا لإصغائكم، تمنياتي لكم بالتوفيق. هذا العنبار الرئيسي قدامكم، وهذا مسمار تثبيت البستم الداخلي. راح نبدأ بالبداية، نخرج الأويل رينج اللي تشوفوه أمامكم بواسطة هاي بلايس رينج يسموها. راح نضغط بهذا الشكل و نخرج الرنج من مكانه اللي حرر بستم الداخلي لأسطوانة المواقف. هنا نحتاج دق بسيط على جزء بلاستيكي بهذه الطريقة، راح يخرج عندنا البستم مثل ما تشوفون. نضع على جانب البستم الداخلي،
راح يحتاج ان نفتح البرغي اللي مثبته بالداخل حتى نقدر نحرره ونخرج الخارج. مثل ما تشوفون هذا البرغي اللي قدامكم بواسطة المفل الخاص نفتح البرغي. طبعا اثناء الفتح راح تحس بيه يتحرر من مكانه. نضع هذا البرغي بجانب، دائما نحافظ على الاجزاء المفتوحة حتى لا تضيع. هذا تشوفون البستم داخل ايضا يحتاج طرق على مكان بلاستيكي، واكد على مكان بلاستيكي حتى لا يتأذى جسم العنبار او اسطوانة الموقف. هنا بالداخل دائما نفحصه نشوف اذا اكو خدوش، معناتها تبديل الاسطوانة. اذا ماكو خدوش راح نواصل عملية الصيانة. دائما التلف اللي يصير مثل ما اخبرنا سابقا هو واشرات اللي البستم اللي هنا تشوفه قدامنا. هاي اكو واشرات اثنين، طبعا هذا الواشر امامه النابض يحتاج ان نفتح النابض نخرج الخارج. كذلك اكو كليبس صغير بيفصل بين النابض والواشر بواسطة مفل او درنفيس صغير. نفتح هذا الواشر الثاني، بعد ان نخرجه راح نستطيع ان نخرج الواشر. بعد ذلك راح اللاستيك، احنا نسميه لاستيك عنبار ويل اللي قدامكم، هذا اللي هي واشرات عنبار بريك. الواشر عنبار بريك والمقصود هي هاي هنا اللي امامكم مثل ما تشوفوها. كذلك بالجهة الثانية هذا الثاني الحلقات المطاطية اللي نسميه احنا واشرات عنبار بريك. نعم، راح ننتقل الى البستم الثاني. كذلك هنا اكو برغي داخلي بداخل النابض يحتاج ان نفتحه حتى يتحرر الواشر. نعم فتحناه متأنى وبهدوء. نعم هذا مثل تشوفون هذا البرغي والحاصرة السبرينج، كذلك النابض او السبرينج. هنا ايضا اكو حاصر بين النابض وواشرات العنبار بريك. حلقات المطاطية هاي نسميها احنا واشرات المصطلح الدارج. نخرجها ايضا من مكانها. طبعا هنا ما راح نخرجها احنا، اي واشر تعبان بيتلف راح نبدله اعتيادي. لكن هذا الدرس هنا لتوضيح عملية التفكيك. شوف دائما ترتب المكان وتنظفه، والقاعدة تقول اخر جزء انفتح هو اول جزء يربط. هنا الواشر بالجهة الثانية ايضا نفتح بهذه الطريقة اللي مثل دا تشوفوها امامكم. هنا عندنا مثل ما تشوفون انتهينا. راح نبدي هسه عملية التركيب. اخر جزء هو هذا قدامكم البستم. نرجع الواشرات اللي تخصه بواسطة هاي الطريقة اللي تشوفوها انتو. درنا فيه الصغير وبهدوء. بعد ان يفضل ان نزيت المكان طبعا بزيت المواقفات الخاص. هاي الجهة الثانية ايضا نضع الواشر والحاصرة وكذلك النابض. هنا النابض، حاصرة النابض، ونحتاج هنا برغي التثبيت اللي تشوفوا امامكم. بعد ذلك بعد ان نضبط البرغي بالشكل الصحيح ونتأكد منه راح ننتقل الى البستم الثاني ونربط الواشرات الخاصة به الى مكانها وبالشكل الصحيح. الواشر الثاني ايضا اللي هنا تشوفون قدامك واشر، وبعدين الواشر المطاطي او الحلقة المطاطية. نعم لازم تنتبه على خطوات الفتح والربط
واذا ما تعرف تصورها حتى لا تربط اي مكان مخالف وغير صحيح، بالتالي راح يؤدي الى خلل في العمل. رجع النابض بمكانه بشكل صحيح. الان هذا البستن يدخل بالداخل، هذا البستن الداخلي اللي يحتاج تثبيته الى البرغي من الخارج، راح نضغط بايدنا. طبعا يفضل على منقنه، لكن انا بهذا المكان هذا البرغي اللي يثبت البستم الداخلي راح نثبته بواسطة المفل الخاص. هنا راح ينحصر بالداخل، وراح نجيب البستم الثاني اللي تشوفوه امامكم، راح نزيته ويستقر بمكانه الصحيح. الان راح نجيب رنج تثبيت البستم الخارجي بواسطة بلايس رنج الخاصة، مثل ما قلنا على المنقنة تكون بأسهل وبيسر، خاصة هنا أنا وحدي أقوم بالعمل. بعد أن ثبتناه لازم نتأكد بضغط البستم للداخل أكثر من مرة حتى نحصل على استقرار الرنج مكانه الصحيح. انتهينا من صيانة العنبار الرئيسي. راح نجي على فتح علبة الزيت اللي تكون أعلى العنبار الرئيسي. فتحها جدا سهل، لأن هي مثبتة على حلقات بلاستيكية، تحتاج إلى مفل لوالب عدل ويرتكز على حافة عنبار رئيسي، وبالضغط الأعلى ينفتح بكل سهولة. نعم، مثل ما تشوفون كذلك من الرجعة نزيت المكان حتى تكون طريقة إرجاعه بسهولة. بالداخل راح نشوف هذا المكان اذا تشوفوه بوايرات، هذا هو الحساس لكمية الزيت اللي بداخل الاسطوانة، اللي من يقل الزيت راح يتوهج مصباح في دشبول السيارة يوضح انه الزيت نقص في الاسطوانة. هنا عندنا فيديو ثاني لاسطوان فرامل، هاي خاصة بدوج كارافان امريكي. هنا أنا حبيت أشوفكم إياه بهذا الفيديو لأن تختلف نهائيا، تختلف بالداخل أنه البساتم ما بيها واشرات وأنها نفس الفتحات مال الزيت، وإنما أكو بساتم خارجية بدون واشرات بريك، واشرات عنبار بريك بدون حلقات، وإنما الحلقات راح تكون بالداخل. هذا البستم الثاني الصغير اللي تشوفوه، الحلقات تكون بالداخل، لذلك صيانته جدا صعبة، لذلك هيش نوع من الاسطوانات الموقف يتبدل بالكامل. هذا طبعا هنا الواشر الخارجي طلع بسهولة، اما اكو واشرات بالداخل بعيدة يصعب اخراجها. هنا نرجع الواشر بمكانه، هذا خارجي بس حبيت اشوفكم اياه، وهذا البستم الداخلي والبستم الخارجي. وهنا نشوف النابضية مالته. نعم، وهنا اكو غطاء ألمنيوم يثبت هذا البستم الخارجي بدون اي برغي، كبس فقط، لذلك صيانته هو التبديل لا غير. هنا راح نجي على العنبار ويل، او يسموه اسطوانة العجل ان شاء الله بالفيديو اللاحق. هذا هنا موقع اسطوانة العجل، دائما يكون في الخلف. نزيل هاي الحلقات المطاطية، وبعد ذلك البستم الأول والبستم الثاني.
وهذا جسم العنبار ويل او عنبار ويل او اسطوانة العجل، هاي براغي تثبيتها. هنا راح نخرج الواشر نفس الطريقة، بالبستم العنبار الرئيسي والعنبار الثانوي نفس الشيء، واشرات اثنين حلقات مطاطية من تتلف تحتاج الى تبديل. وان هذا العنبار جديد بس حابين نسوي عليه الدرس، نشوفكم اسلوب الفتح والربط. ايضا زيته دائما اجزاء بلاستيكية اعادة ربطها، تزيت مكانها حتى لا تتلف وكذلك بسهولة الربط. نسوي هاي الحركة الدائرية حتى يستقر البستم مكانه الصحيح، ونرجع مباشرات المطاطية هاي الواقية من الأتربة، وبنفس الوقت تمسك البستم ما يخرج للخارج. لذلك وظيفة هاي الواقيات البلاستيكية من الأتربة بالدرجة الأولى. إذا عجبك الفيديو إن شاء الله تشترك بالقناة. شكرا جزيلا.